وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما في رضاه، ونجعلنا ممن يستمعون القول فأتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. بداية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، حيث يشتد الظلم عليهم وتحاصر مدنهم ويضربون كما لو كانت حرب حقيقية بالقنابل والصواريخ والدبابات وما إلى ذلك مما لا يعد في أبسط القواعد، لا يعد عدلا ولا رحمة ولا مقاومة للظلم ولا شيء من هذا، بل هو الظلم بعينه وهو الطغيان بذاته. أن يباد شعب بأطفاله ونسائه ورجاله ولا يتمكن مرضاه من العلاج، ولا يتمكن موتاه من أن يدفنوا بواسطة أهليهم، هذا ظلم بين. نسأل الله تعالى أن يدفعه عن أهل هذا البلد الكريم، بلد سوريا التي قدمت للعالم الإسلامي علماء وأفاضل وأناس كانت لهم بصمات على مدار التاريخ. نسأل الله تعالى أن يدفع عنهم السوء وأن يدفع عنهم الضر وأن يزيل عنهم الأذى وأن يرد كيد هذا النظام في نحره وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يعني أطلب من إخواننا جميعا في دعائهم ألا ينسوا أهل سوريا. ويا حبذا لو أننا قنتنا في صلواتنا في كل الصلوات ندعو الله عز وجل أن يفرج كرب بلدنا وأن يدفع عنا السوء، وأيضا لا ننسى إخواننا في سوريا وما يحدث لهم. في ذات الوقت هناك دعوات ودعوات ملحة ودعوات أراها الآن واجبة التنفيذ، أن تقاطعوا يا مسلمون، أن تقاطعوا البضائع الصينية والبضائع الروسية، هذه الدول التي وقفت إلى جنب الظلم وأيدت الطغيان وأعطت النور الأخضر لإبادة آل سوريا. على المسلمين في كل بقاع الأرض أن يقاطعوا ما يسمى بالصيني أو ما يسمى بالروسي مقاطعة كاملة، ولهذا مردود إيجابي جيد. نحن جربنا قبل ذلك عندما أساء الدنمارك، أساء البعض فيها باستخدام الصور المسيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان للمقاطعة الاقتصادية، كيف كان لها أثرها الإيجابي ومراجعة هؤلاء لأنفسهم. فنحن نتمنى، ياريت نعيش كأننا نسينا حاجة اسمها الصين بتصدر لنا حاجة، نسينا أن روسيا بتصدر لنا حاجة، هذا أمر واجب. ونداء آخر إلى المسؤولين في كل بلد أن يحذوا حذو دول الخليج العربي وكذلك تونس عندما قطعت علاقاتها مع هذا النظام. هي لا تقطع علاقاتها مع شعب سوريا، شعب سوريا مضطهد ومظلوم، إنما تقطع علاقاتها مع نظام، مع نظام يقتل شعبه ويؤدي إلى إزهاق الأرواح ويؤدي إلى إفساد البلاد والعباد. فماذا ينتظر بقية العرب وماذا ينتظر بقية المسلمين؟ هل يظل الأمر على هذا إلى أن يعلن عن فناء شعب سوريا ليبقى الأسد وحاشيته في الحكم؟ نحن نتمنى أن تكون هناك خطوات إيجابية من الشعوب ومن الحكومات ومن كل مكان. ندعو الله عز وجل أن يدفع السوء عن بلدنا وعن سوريا، وأن يعيننا جميعا على ما فيه مرضات ربنا تبارك وتعالى. نبدأ بتلقي الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم يا أختي، تفضلي. اللهم انصر أخواننا في سوريا. آمين يا رب، آمين. شيخي عندي سؤال. نعم. عندما أغضب أكتم الغيظ، مما أدى ذلك إلى مرض القولون العصبي، فدلني كيف أكتم الغيظ وادعوا لي أن يبعد عني الظلم. حاضر ماشي. وبارك الله فيكم. حاضر ماشي. ال
القرآن الكريم لما دعانا إلى كظم الغيظ لا يريد بذلك أن يضرنا، إنما يريد بذلك أن يدفع أذى أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابي الذي قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. في بعض الروايات قال الرجل فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ولذلك حل المشكلة مع الأخت اللي بتسأل، اقرأ الآية وخدي ما بعدها. الآية بتقول إيه بقى؟ والكاظمين الغيظ، دي مرحلة أولى. والعافين عن الناس، دي مرحلة تانية. والله يحب المحسنين، فيدفع الإنسان إلى من أساء إليه بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى كأن عندنا ثلاث مراحل، كظم الغيظ دي مرحلة، لا أتمادى مع الغيظ وما يتعلق به. طيب هنكمل بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. إزاي فضلتك يا أستاذ؟ الله يبارك لك. جزاك الله خيرا، جزاك الله من كرمك. أنا تقبلنا منكم. والله يعني عند حضرتك طلب واحد، وأسأل الله العظيم يعني أن يوفقك فيه، وتسأل كل مشاهدينا من وراك أنك تدعي لوالدتي بزيارة بيت الله الحرام. بزيارة بيت الله الحرام. اللهم اللهم حقق يا شيخ. تدعي كل مشاهدينا من خلفك. اللهم حقق لها مرادها. وجعلنا ربنا وإياها ممن يترددون على بيت الله الحرام زائرين ومعتمرين وحاجين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لكل إنسان مأموله ومرغوبة في أن ينال رغبته في زيارة بيت الله الحرام، ومنهم والدتك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يحقق الله تعالى ما يتمناه في سبيل طاعته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك وكلمي من التليفون. اتفضلي سؤالك. مش سامعين حاجة. سامعين حاجة خالص. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. السلام عليكم فضلت الشيخ. أهلا بيك، تفضل. معلش فضلت الشيخ، سؤالين بس. بالنسبة للموضة للنميمة، أنا كنت بجيب سلسلة القراءة وكده، فأنا الوقت مثلا تقطع النميمة، فأنا أرجع أقول لموضة لكل واحد مثلا سامحني. وبالنسبة للموضة سؤال تاني، بالنسبة للتوبة، قلت ربنا صحيح توبة نصوحة، وقعت في غلط تاني ما كده توبت، فأنا عايزك تطمني من ناحية التوبة. التوبة إذا تبت منها وإيه تاني؟ وتهل من قلبك فضل الشيخ. شكرا. طيب مع رسال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتفضلي سؤالك. أيوة لو سمحت يا شيخنا. نعم. انا كذبت على زوجي لانه هو كان على علاقه بواحده، وانا شوهت صورته الواحده دي قدامه، وانا كده بقى اسمه ولا حاجه عليا؟ شوهت صوره التانية دي. طب هو على علاقه بيها زوجه ولا علاقه بيها في حرام ولا ايه بالظبط؟ علاقه بيها كان هي بيحبها قبل ما يتجوزني. بعد ما اتجوزني على علاقه بيها، ان هو بتتصل بيه وبيتصل بيها ويجيب لها هدايا وكده. طب حاضر ماشي. بس هي اصلا هي وحشه، انا عارفه ان هي وحشه وكده. خلاص ماشي ماشي. شكرا لك يا شيخ، واديله بالله عليك بالهدايه. ربنا يهدي الجميع يا رب. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نجاوب الاسئله دي. قلنا انه كظم الغيظ مرحله من المراحل، يليها مرحله افضل منها العفو. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأنا بعد ما بكظم غيظي بشيل اللي في صدري. ثالث حاجة، والله يحب المحسنين، يحسن إلى من أساء إليه. واحد مرة من السلف الصالح وأظن الإمام جعفر الصادق كان يجلس، كان بيتوضى،
اللي بيصب عليه الماء الغلام بتاعه وقع منه الإبريق فطرطش جدا فغضب، فالغلام قال والكاظمين الغيظ، فقال قد كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهب فأنت حر لوجه الله. فدي مراحل لو احنا مشينا معاها بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة عمرنا ما هنوصل للكلام اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو مسألة القولون العصبي والكلام ده كله. ومسألة ان القولون العصبي بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة ان الواحد ينفعل بالغضب ويشتد عليه ويكتب في صدره، وهذا ممكن جدا ما يجيبش قولون عصبي بس، ده ممكن يجيب سكر وممكن يجيب كبد وممكن يجيب بلاوي مسيحة. فإحنا نعمل إيه بقى؟ نبعد عن أسباب الغضب الشديد بهذا الشكل. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا غضب الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ، الغضب جمرة من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، وإنما يطفئ النار الماء فليتوضأ، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما يقعد، وإذا كان قاعدا يرقد، يبعد عن المكان اللي فيه أسباب الغضب هذه، ويبقى عنده أريحية كده أن يتعامل مع الناس برحمة وحسن عشرة، هتزول المسائل دي. لكن أستسلم للغضب بالشكل اللي بتقول عليه ممكن يضر بأكثر مما ذكرتي، والله تعالى أعلى وأعلم. النميمة، واحد بيشتكي أنه كان شغال فيما سبق بموضوع النميمة، ينقل كلام ما بين اتنين على سبيل الإفساد، والحديث يقول لا يدخل الجنة نمام، في رواية قتات يعني برضو نمام، لا يدخل الجنة قتات. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم تفضلي سؤالك. لو سمحت، هو أنا عندي مشكلة. إيه؟ أيوة هي إيه؟ أنا والدتي بتاع مش سامع، ركزي في كلام شوية. والدتي بتاع علينا، يعني امي كده علينا. ايوه طيب. بس كده علينا حاجات بحسب بالفضيحه، بس مش عارفه ايه بتعمل كده. طيب مع اني بحاول والله العظيم وابدا في كل الطرق، بس مش عارفه ايه بتعمل كده. ربنا يهدي يا رب. مش اعمل لها حاجه، مش قادره، بس هي كده علينا. طب انا اسال سؤال وديها. اسال بس سؤال معلش، ست طيب. والدتك كانت قبل كده من زمان كانت بتدعي عليكم ولا ده جديد؟ يعني هذا امر جديد عليكم ولا كان من قبل كده كمان؟ لا هو كان قبل كده وزاد. هل هي كبيرة السن مثلا مخها بدأ يسرح ولا حاجة، ولا برضو مش مقياس؟ لا هي بس عشان هي بتشتغل واحنا قاعدين، بس انا لسه متخرجة جديد ومش عارفة، يعني من كتر العصبية اللي عندي عندي قولون عصبي، ومش عارفة اعملها، بحاول ارضيها ومش عارفة، بس ايش عارفة جداي، انا والله العظيم بحاول ارضيها، بس مش عارفة ليه بتعمل كده علينا. طيب كده علينا ومش عارفة. حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين يا شيخ، جزاك الله عنا كل خير. تفضلي اختي. السؤال الاول، عندما كنت اعمل من قبل منذ سنوات مضت، كنت احتاج لشراء سياره لكني لم اكن املك المبلغ الكافي، لاني كنت ادرس في نفس الوقت مع العمل الى اخره، وكان يلزمني تقريبا ثلث المبلغ لشراء هذه السياره، فتطوعت امي واعطتني هذا المبلغ دون ان اطلبه منها، ولم تحدد في وقتها نوع العطيه، فاعتبرتها هديه منها، ولم تشترط علي في وقتها ايضا ان ارد المبلغ اليها. الان انا املك هذه السياره منذ 4 سنوات، لكني تركت العمل والتزمت بيتي وانتقلت بفضل الله وكرمه، وواجه مشاكل عديدة مع أهلي في هذا الباب، يعني بسبب النقاب، ومن هذه المشاكل أن أمي تريد الآن استرجاع المال الذي صرفته علي في دراستي وغيرها، ومنها هذه السيارة، لأنها تقول أنني بما أني تركت العمل واستغنيت عنه فيجب أن أرد المال الذي قد صرفته علي. أنا كنت قد اتصلت يا شيخ بأحد المشايخ وقال لي أنها وسيلة ضغط فقط تضغط بها علي، وأنه لا يجب أن أعطيها أموالا، لكن يا شيخ علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز للوالدين الرجوع في العطية، مع وجود اختلاف بين العلماء هل للأم أيضا هذا الحق أم هو للأب فقط. وسؤالي الآن، هل أرد لأمي المبلغ الذي وهبته لي لشراء سيارتي التي أملكها دائما؟ وإذا نعم، هل أعطيها تماما المبلغ الذي أعطته لي،
أم أقدر ثمن السيارة الآن وأعطيها وأعطيها يعني النسبة التي ساهمت بها التي ستكون يعني أقل من هذا من المبلغ الأصلي الذي أعطته إليه. طيب. والشق الثاني قد اقترح علي زوجي جزاه الله خيرا إعطائي المبلغ المعلوم لإرجاعه لأمي، فهل أقبله علما أنني أملك يا شيخ بعد المدخرات جانبا أريد أن أساهم بها في شراء شقة مع زوجي يا شيخ، وجزاك الله عنا كل خير. ماشي ماشي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا سيدنا الشيخ. أيوة. أنا والدتي عملت عمرة مرتين. أيوة. وعايزة تعمل الثالثة بس يعني هي نفسها تحج بس ما فيش مقدرة أن هي تحج، فهي بتسأل يعني لو عملت العمرة الثالثة دي كده خلاص تبقى الفريضة نزلت من عليها ولا إيه؟ حاضر ماشي. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ساكت. أيوة نعم يا شيخ. نعم سؤال يا شيخ أنا عندي مشكلة ويا زوجي. أيوة نعم. أيوة فقلت يعني دائما يحلف علي في أمور الطلاق المعلق والصريح. ايوه السؤال على ايه؟ السؤال هل علي دم؟ يعني هو رافض يسأل تماما. طب حاضر ماشي. ماشي است. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب. نرجع تاني لسؤال الاخ اللي كان بيسأل على النميمة. ايه معنى كلمة نميمة؟ النميمة هي نقل الكلام ما بين إنسان وآخر على سبيل الإفساد. ده فلان بيقول عليك كذا، ده فلان بيقول عليك وراء، ولو أنني صادق في نقل الكلام لكنها على جهة الإفساد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من شرار الخلق المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الملتمسون لبراء العيب. والله تعالى يعني ينعى على النميمة، يقول هماز مشاء بنميم. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما يمشي بالنميمة. فهي خطيرة، خطيرة جدا. أنا لو في اتنين متخصمين مع بعض، الإسلام بيبيح لي إن أنا أكذب بينهما، أقول له والله ده فلان ده بيحبك، ده فلان ده بيقول عليك كلام طيب، ده أنا ما ذكرتش اسمك قدامه إلا وعلى ولا وما حصلش، لكن على سبيل الإصلاح يجيز الإسلام أن نقول كلاما كهذا الذي قلته. بينما النميمة أنا بنقل له الكلام اللي قاله بالضبط وأنا صادق فيه، لكن هذا يفسد العلائق ما بين الناس وبعضهم. هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، ينبغي على الإنسان أن يتنزه عنها وأن يمسك لسانه وأن لا يتورط في هتك أعراض الناس بالكلام والإفساد ما بين الأحبة وما إلى ذلك. لو واحد كان فيما سبق وكان بيعمل كده وربنا هداه وتاب عن هذا الأمر، يعمل إيه؟ والله ممكن ياخد سماح عام من الناس، عام يا فلان معلش لو غلطت فيك سامحني، سامحني وخلاص على كده. مش لازم أقوله أنا عملت كذا وقلت كذا ونقلت كذا، لا، إنما أقول له أنا يعني إن كنت أخطأت في حقك فسامحني. وإذا تعذر هذا الإنسان يدعي لهم دايما بالخير، دايما ادعي له بظهر الغيب ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، يعني لعل في هذا ما يجبر ما حدث من شر لهم بسببك. السؤال: لو ان انسانا تاب توبه نصوحا، التوبه النصوح لابد ان تتوفر فيها شروط: الاقلاع عن الذنب في الحال، العزم على الا اعود الى ذلك مستقبلا، الندم على ما مضى، وإذا كان حقا لآدميين أرد الحق إلى أصحابه، عشان تبقى توبة إيه؟ حتى تكون توبة نصوحا. طيب نفترض واحد الشروط دي كلها عملها وفعلا تاب توبة، هي التوبة النصوح هي كده، إذا توفرت هذه الشروط صارت توبة نصوحا. لكن نفترض الواحد زلت القدم تاني، تعثرت الخطى مرة ثانية، فهل تلغى التوبة الأولى؟ لا، التوبة الأولى صحيحة، وحينئذ يطلب منك أن تجدد التوبة للذنب الجديد بنفس الشروط
كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الإشكالية هي دي، إن واحد بيتوب وناوي يرجع للذنب، لكن أنت إذا انحلت من نفسك عقدة الإصرار على الذنب ثم زلت القدم خلاص توب تاني، ولو تكرر الذنب أكتر من مرة لا يضر. فلا تلغي الذنوب الجديدة التوبة الأولى، بل يطلب من الإنسان أن يتوب توبة أخرى. بتقول الأخت إن كان فيه علاقة ما بين زوجها قبل أن يتزوج بها وامرأة أخرى، فهي قاعدة تشوه في صورة الأخرى دي. هو العيب هنا مش عيب الأخت دي، العيب عيب الزوج، العيب عيب الزوج الذي ظل على علاقته بتلك الأخت كما تقولين، بيتصل بيها أو بيعطيها هدايا أو ما إلى ذلك. الكلام ده لا يجوز شرعا، هي امرأة أجنبية لا يجوز له أن يتعامل معها، وأنت مش من حقك لك أنت تسيئي إلى أحد بالغيبة. بقى هي الغيبة كده، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ويبقى في الحالة دي الإصلاح ما يجيش بأنك أنت تذكر عيوب الآخرين، إنما حاولي تصلحي عيوب زوجك اللي ربنا يهديه ويصلح حاله ويحافظ على أعراض الناس حتى يحافظ الله تعالى على عرضه، ويعني نسأل الله تعالى الهداية للجميع. لكن ما نتكلمش عن حد إما بخير أما بشر فلا نتكلم عنه، وكما قلت العيب عيب هذا الزوج، والله أعلم. الوالدة التي تدعو على أولادها، هذا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله تعالى لكم. لا توافقوا ساعة إجابة، ممكن جدا، ممكن لو واحد دعا على ابنه دعوة أو امرأة دعت على ابنتها دعوة صادفت ساعة إجابة يوم ربنا يستجيب ويتحقق هذا. ولذلك خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا إنه إنسان رجل أو امرأة أب أو أم إن يدعي على نفسه أو يدعي على أولاده، هذا خطأ، وينبغي إن إحنا كآباء وأمهات نتنازل تماما ونمتنع عن هذا، لأنه بيخالف هدي الإسلام. ها، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فنحذر أي إنسان من أن يدعو على نفسه أو على غيره. طيب هنكمل بعد هذا التصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي، تفضل. السلام ورحمة الله. سؤالك. بالله عندي أريد أن أحفظ القرآن يعني، والولد قال لي والولد رفض هذا يعني. تريد أن إيه؟ ماذا تريد؟ أريد أن أذهب لحفظ القرآن يعني. مش سامع. تريد الذهاب لحفظ القرآن. طب والوالد لماذا يرفض؟ والله ما لا يوجد ظروف يعني. مع اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. لو سمحت، أنا ببقى تعبانة جدا عشان عندي ذنوب كتير ومش عارفة أستغفر ربنا إزاي، وبتكسف جدا ومش عارفة أدعي، تعبانة قوي. وبعدين أنا تعبانة جدا في بطني، وساعات يعني ما بقدرش أصلي ومش عارفة أعمل إيه. في مرض في بطنك؟ مع اتصال آخر. السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ لو سمحتك ممكن نسأل يعني، احنا عندنا في الصعيد طبعا في تجاليد، في عادات عندنا في الصعيد. بس معلش الصوت يعني الصوت يعني. الصوت تاني. الطلاق مثلا في السوق هنا ومهنا مثلا في عندنا ناس بتحلق، عندنا احنا في الصعيد عرف يعني. انا مش فاهم حاجة، مش فاهم. نعم. عرف الناس تقدر تحلق بالطلاق. وبعدين بعد كده طبعا عندنا بنحلق بالطلاق، احنا مثلا نقول على الطلاق كذا، على الطلاق كذا، هي يعني ده يخصمك. طيب حاضر.
حاضر. طيب الأخت اللي بتقول إنه والدتها تقول إن والدتها تطوعت ودفعت لها مبلغا من المال فيما سبق لشراء سيارة. و معلش نكمل سؤال أختي. بتقول إن والدتها بتدعي عليها هي وأخواتها، يعني يا ريت نبحث عن الأسباب زي ما قلتي إن والدتك بتشتغل وإنتوا قاعدين. طيب يعني حاولوا تساعدوا بحيث إنك أنتوا تهيئوا الظروف لإبعاد هذا الأسلوب الاحتقان اللي موجود ده ما بينكم وبين أمكم. حاولوا جاهدين إن كنتوا يكون لكم دور إيجابي فعال بحيث إن ربنا يكرمكم، ولما هتجد منكم تعاونا وإيجابية ساعتها لو قلت لها يعني أمي ما تدعيش علينا وجبت لها الحديث ها وهو موجود في كتاب رياض الصالحين على سبيل المثال، أظن يعني إذا أزلتم أسباب الاحتقان وحرصتم على ألا يكون هناك أسباب تدعو إلى غضب أمكم عليكم هتساعدوا كتير في إنها تبطل هذا الأسلوب. الأخت اللي بتقول إنه إن أمها ساعدتها بمبلغ سبق وهي تريد الآن أن تعود في هبتها لها، هو العود في الهبة زي ما النبي قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، واستثنوا من ذلك الوالد. والوالد كلمة يعني بتشمل الأب والأم، فمن حقها أن تعود في هذه الهبة. وطالما إن زوجك أبدى استعدادا لدفع هذا المبلغ لأمك وهو يقينا مستفيد من هذه السيارة بقضاء مصالحك وقضاء مصالح أولادك، فدعي زوجك يسدد هذا المبلغ. وساعتها أنا خدت منها 10 قروش هردهم لها، ماليش دعوة بقى بقيمة السيارة ولا كلام زي كده، إنما اديتني 1000 جنيه 100 جنيه 500 جنيه، فضلي أدي فلوسك وجزاكم الله خيرا وخلاص والله أعلم. الست اللي عملت عمرة مرتين وعايزة تروح التالتة ولا تستطيع الحج، سؤال المتصلة بتقول هل بكده يكون قد سقط عنها الفرض؟ الفرض لا يسقط ولو أدى الإنسان 1000 عمرة، 1000 عمرة لا تغني عن فريضة الحج، لكن ربنا حددها بشرط، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب واحد مش قادر لا يستطيع إلى الحج سبيلا يبقى سقط عنه الفرض، سقط عنه لا لأنه أدى عمره لا، وإنما لأجل أنه غير مستطيع غير قادر. ومن ثم فإن فريضة الحج لا تسقط عن أحد كان قادرا وإن أدى فيما سبق آلاف المرات من العمرة، إذا تمكن لابد أن يؤدي الحج، أما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا منى جوم القاهرة. أهلا بيك، تفضلي سؤالك. أنا اتصلت قبل كده على قناة الرحمة وقلت للشيخ إنه جوزي بيشرب وما بيصليش وكل ما يكلمني أقول لي أنت طالب بالتلاتة وهو شارب، فاتصلت للشيخ قال يجينا الفتوى. قال إيه؟ يجينا الأزهر. قال إيه؟ كل ما يكلمني جوزي كل ما يكلمني يقول لي أنت طالب. أيوة الشيخ. الشيخ قال لك إيه؟ الشيخ قال لك إيه قلتي؟ قال لي يجيني الأزهر. يجيني الأزهر. أيوة. فأنا بقول له قال ما هروحش. قال ما روحش. أيوة. طب حاضر. طيب السلام عليكم. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك. رجاء فضيلة الشيخ عندي سؤال حول الحج. الحج إذا حول الحج. نعم. هنالك إمكانيات للحج، ولكن هنا في منطقتنا تجرى عن طريق القرعة، ولكن اسمي لم يخرج من القرعة منذ سنة 2010 ولحد 2015، ولكن هنالك بعض الشركات
يعني لها الحق في في انه نقدر نستطيع ان نحج، ولكن بسعر اغلى، مع العلم ان هذه الشركات تشتري من بعض الحجاج الذين يخرج اسمائهم من القرعه ويبيعونها بسعر غالي، فهل يجوز في ذلك الحج ام لا؟ حاضر ماشي حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اللي بتقول ان جوزها بيحلف عليها بالطلاق ورافض يسأل، ورافض يسأل، احنا قلنا في فرق ما بين واحد يقول لا انت طالق، لو قال انت طالق الطلاق يقع، انما لو علي الطلاق، علي الطلاق هنا يلزمه ان كان لا ينوي الطلاق وانما ينوي الحلف أن يكفر عن يمينه. طب نفترض أنه ما كفرش عن يمينه، هو يتحمل وزر، يتحمل مسؤولية. لكن إشكالية كلها في من قال لامرأتي أنت طالق، روح أنت طالق، دي بقى دي الإشكالية. وإذا ثبت أن الزوج قال لامرأته كلام زي كده ورافض يسأل، عليك بقى تدخلي بقى الأهل في هذا الموضوع، لأن العملية صارت حلال وحرام، ما ينفعش فيها، يبقى الزوج هو صاحب القرار الوحيد. إنما ينبغي أن يعرف أن هناك علاقة حلال وعلاقة حرام، علاقة شرعية وعلاقة غير شرعية. ربنا قال الطلاق مرتان بس، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن واحد عطال على بطال، أنت طالق أنت طالق، ما ينفعش الكلام ده. لابد إذا كانت المسألة فيها طلاق صريح بكلمة أنت طالق، لازم أدخل بقى أهلي ويشوفوا ايه الموضوع وحل ليه، والمسألة يكون فيها وقفة شديدة حتى نوقف مثل هذا الهزل، ونسأل الله الهداية. وفي أسئلة طبعا كلها بتدور في هذا الإطار هنجاوب عنها. الأخ اللي بيقول إن عايز يروح يحفظ قرآن وأبوه رافض، أبوه رافض لغير سبب، مش عايز يروح يحفظ قرآن. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلماء يقولون أول العلم حفظ كتاب الله جل وعز، أول العلم حفظ كتاب الله جل وعز. أبوك رافض يجيب لك محافظ في البيت، أو يقوم هو بتحفيظك القرآن الكريم. فإذا لم يكن لديه إمكانات أن يأتي لك بمحفظ أو أن يقوم هو بنفسه، يمكنك أن تخرج حتى ولو من غير إذنه. طيب الأخت اللي بتقول إن عندها ذنوب كتيرة، والذنوب الكتيرة دي يعني ضايقاها، ومهما عظمت ذنوبك فهي قليلة إلى جانب عفو الله تعالى. أهم شيء إن الإنسان لا ييأس من روح الله، لا يقنط من عفو الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شوفي أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب إيه؟ جميعا. ما في ذنب يستعصي على غفران الله أو عفو الله أو رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك عايز تتوبي وعندك صدق وعندك إخلاص في النية، انسي اللي فات ده، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا تمنعنك كثرة ذنوبك من اللجوء إلى الله والاستغفار له والبكاء بين يديه سبحانه وتعالى، ده أمر من الأهمية بمكان. ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا كان في مثلا مرض، المرض لا يمنع من الصلاة، المرض لا يمنع من الصلاة. إحنا عندنا قاعدة شرعية، صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي مضطجعا أو مستلقيا على ظهرك. إذا لم يستطع حتى الإنسان يومئ برأسه فلا تترك الصلاة أبدا أبدا تحت أي ظرف. وإذا لم تستطيع الوضوء، معروف البديل هو التيمم، لكن تسيب الصلاة لا لا لا، تسقط الصلاة عن الإنسان بحال.
إلا في فترة الحيض النفاس بالنسبة للمرأة، أول عياذ بالله واحد أصيب الجنون أصبح ما فيش عقل. لكن طالما أن العقل موجود وأنك طاهرة من حيض أو نفاس، يبقى لابد من الصلاة على قدر ما تستطيعين، وهي دي يعني العروة الوثقى التي نتمسك بها، هي دي الباب المفتوح بيننا وبين ربنا. الصلاة صلة بين العبد وربه، فلا تغلقي هذا الباب بينك وبين الله. انت بتقولي ان انا محتاجة ربنا يغفر لي وربنا يعفو عني، خلي صلتك بربنا موصولة لا تنقطع، واهم هذه الصلات هو الصلاة. كان قلت قبل كده قصة كانت على الامام احمد، ان واحد كان بيسرق، كان يسرق، كان يقطع الطريق، ووجده الامام احمد يصلي في المسجد، فقال يا هذا إن صلاتك مع ما أنت فيه من معصية لله وقطع الطريق لا تصلح، لا تتواءم ولا تتوافق. فقال يا إمام، بيني وبين الله أبواب كثيرة مغلقة، فأحببت أن يكون بيني وبين الله باب مفتوح. ها، إيه هو الباب المفتوح؟ إن أنا أصلي. بعد فترة قصيرة وجد رجلا في المسجد الحرام، كان ذهب يحج الإمام أحمد، فوجد رجلا متعلقا بالكعبة ويدعو ويستغفر، تبت إليك لن أذنب مرة ثانية. فنظر فإذا هو نفس الشاب، نفس الرجل، فقال سبحان الله، هذا الرجل ترك بينه وبين الله بابا مفتوحا ففتح الله له كل الأبواب. ترك بينه وبين الله بابا مفتوحا ففتح الله له كل الأبواب. فأنت رجاء الصلاة لا تترك إطلاقا، كثر بقى الاستغفار والدعاء لله وما إلى ذلك، كل هذا مطلوب حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا وعنك البلاء، وتعودي إلى سيرتك كمسلمة ملتزمة منضبطة. نسأل الله أن يعيننا ويعينك على ذلك. طيب، في أخي بيسأل، وإحنا عندنا في الصعيد متعودين علي الطلاق، علي الطلاق، طالع نازل علي الطلاق، ها، مش عايز يأكل علي الطلاق من أواكل، مش عايز يشرب عليا الطلاق من شارب، عليا الطلاق انا من خارج من البيت، عليا الطلاق انا من نايم النهارده، على ايه الحكايه؟ في ايه؟ في ايه الكلام ده؟ ملعون من حلف بالطلاق او حلف به، ملعون. ومعنى ملعون يعني ايه؟ يعني مطرود من رحمه الله. وبعدين يا اخي، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من كان حالفا فليحلف بمين؟ ما احنا حافظين الحديث يا اخواننا، من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. سيدنا عبد الله بن عمر يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ أنا لو حلفت بالله وأنا كاذب معصية، لكن لو أنني حلفت بغير الله ولو كنت صادقا فهذا شرك. ولذلك خطر، خطر كبير جدا ان الانسان كما قلنا يقعد يحلف بالطلاق عطال على بطال. ما ينفعش، ما ينفعش، لابد للانسان من ان يكون عنده كنترول. ها، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى اخواننا واصدقائنا في الصعيد عايزينه يبقى صعيدا طيبا، مش صعيدا جرزا ولا صعيدا زلقا، لا، عايزينه صعيدا طيبا. ولن يكون الصعيد طيبا إلا بالإسلام، إلا بالالتزام، إلا بطاعة الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. فنتمنى كل واحد يعمل كنترول على نفسه، وما يتكلمش قبل ما يقول الكلمة يشوفها رايحة فين، يحاسب عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والرجل الصالح الذي كان لا يتكلم إلا قليلا، فقيل له في ذلك قال: ما نطقت بكلمة إلا وأعددت لها عند الله جوابا، فإن سألني الله تعالى عنها لما قلت هذا أقول يا رب قلت لكذا وكذا، ولما لم تقل هذا أقول يا رب لم أقول لكذا وكذا. الكلام مهم جدا، لازم نحافظ عليه، إنما عطال على بطال، حلفان عطال كده، هذا لا يجوز. سؤال الست اللي بتقول ان زوجها بيشرب وما بيصليش وبيحلف عليها بالطلاق، فهو الشيخ قال لها تعالوا لجنة الفتوى. هو انا هجاوب على جزئية واحدة بس،
أجاوب على جزئية واحدة. لو أن رجلا شرب مسكرا وحلف أو أطلق يمين على امرأته، هو مسكر شارب دماغه رايحة، وبيجي يقول لمراته أنت طالق، يحاسب الإنسان على هذا الطلاق ولا لا يحاسب؟ يحاسب على هذا الطلاق. طب ليه؟ ده مفيش عقل، ده مخ رايح. هو السؤال مين اللي ضيع مخه؟ مين اللي أذهب عقله؟ هو تعدى بسكره وراح شرب باختياره ليذهب عقله فيحاسب. زي لو واحد مثلا شرب مسكر وراح قتل واحد، لو قتل واحد وهو في الحالة دي يحاسب ولا لا يحاسب؟ الناس كلها تقول لك يحاسب، هي أعراض الناس ولا دماء الناس؟ عبس عشان واحد يشرب مسكر ويجي في الشارع يتعرض ليها؟ فنفس المعنى، يبقى طلاق السكران يقع، طلاق السكران يقع. وزي ما قلت قبل كده انه اذا كانت فيه مشكلة من هذا النوع والزوج يرفض ان يذهب الى لجنة الفتوى حتى يعني يحل هذه المشكلة، يبقى عليها ان تدخل اهلها في الموضوع ولا تترك نفسها دون ان يكون معها احد يتحدث معها ويقف الى جوارها ويرد الظلم عنها. الله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، تفضل يا فضيله الشيخ لو سمحت. نعم. انا تعرضت لظلم شديد. نعم. واريد سؤال واحد، هل الظلم من القضاء والقدر؟ من ظلموني يقول هذا قضاء وقدر وقع عليك، لو كان نصيبك هذا الشيء كان لي حق في شيء ووقفوا حائلا بيني وبينه وفعلوا كل الافاعيل حتى لا احصل على هذا الحق، وبعد ذلك قالوا لي ده نصيبك، لو لك نصيب هذا الشيء انت لا يعني كان حصلت عليه. فاريد ان اعرف، طب اذا كان الظلم من القضاء والقدر، افرض انا اذيت واحد، لماذا الشرطه تستدعيني؟ واذا كان هذا قضاء وقدر، مثلا واحد خرب بيت واحد يقول ده قضاء وقدر، واحد سرق واحد يقول قضاء وقدر، هل معنى ذلك انه يعني القضاء والقدر هو الظلم؟ ايه الفرق بين القضاء والقدر؟ لانه الامر ملتبس عليا، هل هو ظلم؟ هل هذا الشيء مقدر ليا؟ طب اذا كان قضاء وقدر ادعو عليهم ولا لا؟ طب اذا كان قضاء وقدر هم هيعاقبوا ولا مش هيعاقبوا اللي فعلوا فيها الافاعيل دي؟ يعني هل حاضر ماشي واضح السؤال. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أخي. الشيخ معايا؟ إن شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. أسأل الله يحبك ويرفع قدرك إن شاء الله. جميعا يا رب جميعا. شيخ، في واحد قال لي إنه في إمام، في شيخ نقل على الشيخ الشوكاني إن يمكن في إطار كلامه مثلا هو أجاز المعازف مثلا إلى المصلى على النبي الموسيقى. فما حكم هذا الكلام؟ أما السؤال الثاني، ما هو الكذب وما هو الصدق؟ معلش لو تشرحوا لي بس كده إن شاء الله في عجلة سريعة. إيه هو الصدق والكذب؟ آه نعم إن شاء الله. يعني في حد مش عارف الصدق والكذب؟ يعني مش عارف. معلش إن شاء الله. جزاك الله خير. أدر عليكم السلام. طيب الأخ اللي كان سأل إنه يريد أن يحج بيت الله الحرام ويقدم في القرعة في كل مرة واسمه لا يخرج، هناك شركات سياحة تخرج الناس بأسعار أعلى، وهو يقول بأن هذه الشركات تحصل على تأشيرات الحج المخصصة للقرعة وتبيعها للناس. أنا أظن الكلام ده غير صحيح، إنما القرعة محددة بعدد، أما الشركات السياحية فإنها تأخذ جانبا آخر من التأشيرات تبيعها ويستفيد منها أناس هناك في السعودية ويستفيد منها ناس هنا، يعني اسمه حج سياحي بيبقى أغلى. إذا كانت لديك فرصة للحج عن طريق هذه الشركات فبادر، لا تنتظر موضوع القرعة لأنه محدود بعدد ومحدود بكم لا يزيد. فبالتالي إذا استطعت أن تبادر بالحج
عن طريق شركات السياحة مع زيادة في السعر فقد أصبحت حينئذ متمكنا من الحج ووجب عليك أن تؤديه، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال بتاع الأخ اللي لسه كان بيتصل من شوية بيقول أنه تعرض لظلم شديد، تعرض للظلم شديد، وأنه الناس بتقوله ده قضاء وقدر ونصيبك وما إلى ذلك. من القضاء والقدر أن أدفع الظلم عن نفسي. ما كانش ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم؟ واحد جاي يقتلني، واحد جاي يسرقني، أعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال حين سأله رجل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلت؟ قال هو في النار. وربنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى دفع الظلم مطلوب. انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا ننصره مظلوما. فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذاك نصر الله. يبقى ما يجيش واحد يحتج بالقضاء والقدر يقول لك هتعمل ايه، نصيبك كده، ان يقيلوك، انه يمنعوك، انه يظلموك، انه لا يا اخي، من القضاء والقدر ايضا ان تدفع الظلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما خرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بك أن إيه، أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي دفع الظلم يعد من القضاء والقدر أيضا. سؤالك بقى إنه حتة إنه ربنا مش هيعاقبهم عشان هو قضاء وقدر، مين اللي قال الكلام ده؟ ما قالش ربنا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها؟ ها، ما كانش قال ربنا كده. ها، يعني معنى كده إن الناس تظلم زي ما هي عايزة ولن تجد عقوبة من الله على هذا؟ أمال الكلام بتاع ربنا ده نوديه فين؟ لذلك طيب ناخد اتصال ده ونكمل. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام. ربنا الخالق هل جوز للجن أن يساعدوا للإنس؟ يعني هل في الشرع موجودة يعني؟ يساعد الإنس؟ يساعدوا ايه؟ يساعدوا يعمل له ايه بس؟ يساعدوا يعمل له ايه؟ يساعدوا يعني في اخراج حاجات او كده يعني. شكرا جزيلا. في اخراج حاجات؟ طب ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا الفضل. بارك الله فيك. تفضل سؤال. جزاك الله كل خير. نعم. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال بس. ايوه نعم. كان عندي اخي فتح استوديو بتاع تصوير. طيب. وكنت سمع حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لعن الله المصورون. هو بيكون بتصوير الصور الشخصية والصور التذكارية، واحيانا برضو بيخرج صور تصوير فيديو وافراح والمناسبات. طيب. فهل هذا حرام ام حلال؟ حاضر ماشي. ان شاء الله. جزاك الله كل خير. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فانا اذكر لك قصة بسيطة جدا تجاوب عن سؤالك هذا. واحد الحديث بتاع الطاعون الذي أصاب بلاد الشام، وسيدنا عمر كان ذاهبا إلى الشام فعلم بالطاعون فرجع، فقيل له يا عمر أتفر من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ في مرض، في طاعون بيصيب الناس وبيموتهم، فما راحش. أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. أفر من قدر الله بالمرض إلى قدر الله بالصحة. فسمى هذا قدرا وسمى هذا قدرا.
وإلا لو الكلام اللي بيقولوه الناس ده إن الواحد يظلم زي ما عايز ومش هيتعاقب والكلام ده كله، طب ربنا بيرسل الرسل عشان إيه؟ وبينزل الكتب عشان إيه؟ وبيتوعد العصاة ليه؟ يا إخواننا لا نفهم الأمر على غير ما ينبغي، لا نفهم الأمر على غير ما ينبغي، وما نبحث عن قضايا غيبية. أنا مطلوب مني أعمل كذا أعمله، مطلوب مني إن أنا أدفع ظلم عن نفسي أدفع ظلم عن نفسي، أصر الآخرون على أن يظلموني ويستمروا في ظلمهم، ها في رب دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فأنا ألجأ إلى الله أن يدفع عن الظلم إذا أنا ما قدرتش أدفعه بالأسباب المتاحة لدي. فيعني مسألة القضاء والقدر لا تعني أبداً إجازة ظلم الناس ولا يعني إيقاع الظلم بهم ولا شيء من هذا القبيل، إنما ها ينبغي علينا أن ننتهي عن الظلم وأن ندفعه عن أنفسنا وأن لا نعين الآخرين على ظلمهم لنا بكل مستطاعنا. فإن أصروا على ظلمهم فربنا بقى عنده القصاص الأكبر، عنده يوم إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. هو إحنا بنؤمن ليه بيوم القيامة ومطمئنين إلى إنه اللي مش هياخد حقه في الدنيا في يوم ربنا سبحانه وتعالى سيقتص فيه من الظالم لصالح المظلوم، يؤخذ من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح من سيئاته ثم طرح في النار. أما إن أنا أحتاج بالقضاء والقدر وأقول ده مش عارف إيه الكلام ده، يعني ده فهم خاطئ والله تعالى أعلى وأعلم. هل نقل عن الإمام الشوكاني أنه أجاز الموسيقى؟ أنا لا علم عندي بهذه القضية حتى يعني أدلي فيها بدلو، تحتاج المسألة إلى مراجعة. وحتى من أجاز أو من منع له دلائله التي استند إليها والآخرون يردون عليه، يعني الموضوع لا يؤخذ من يعني طرف عالم واحد وإنما تبحث المسألة من كافة جوانبها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟ ايوه اتفضل سؤالك. جزاك الله خير. اتفضل. ربنا يبارك لنا فيك. ايوه نعم. في سؤالين حضرتك بعد اذن سعادتك. اتفضل. السؤال الاول سيارة من بنك ناصر، مدى جواز الأمر مع وجود تأمين على السيارة؟ طيب سؤال تاني. السؤال التاني أحد الجيران من الأخوة المسيحيين عنده فرح، هل يجوز لي أن أحضر الفرح في الكنيسة؟ طيب جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. أيوة مرحبا، معي الشيخ طلعت. ان شاء الله تفضلي سؤالك. بالله عليك انا كنت في رمضان حامل، شو علي ان نصيم ان شهر والا نعطي فلوس والا تعطي فلوس؟ ايه. سؤالك على ايه؟ سؤالي يعني مع حكم المرأة الحامل عليها صيام شهر ما تعرض تصيم وإلا تعطي فلوس وكهو. حاضر باهي. وما حكم التدخين؟ الله يخليك. تدخين؟ زوجي يدخن. تدخين؟ نعم. طب حاضر الله يخليك. بارك الله فيكم عليك. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضلي سؤالك. من فضلك يا شيخ، هو في النهاردة الصبح كان مرمي عليا يمين طلاق ثلاث مرات، فمنهم مرة لما روحنا لدار الإفتاء في اسكندرية عندنا قال لي مدام كان في جماعة قبل يمين الطلاق بساعتين ما تتحسبش، فحصل يمين طلاق تاني قالوا لي ان هي كده وقعت، فأنا مش مستريحة. النهاردة الشيخ خلاه قاعد قال قدامه يعني شوية كلمات رددهم كده وقال له بص لها، وطلعنا من هناك المفروض ان هو ردني وانا مش مستريحة. فبالله عليك يعني قول لي اعمل ايه وجزاك الله خيرا. هو لما طلق قال لك ايه؟ قال لي انت يعني كلها بنزعق اصل بعدي فرح قايل لي روحي وانت طالق. طب ماشي.
انت طالق. وقبل كده حصل نفس الكلام ده 3 مرات. طب حاضر. فالمفروض المره الاخيره ديت كان رابع مره منهم. مره بقى الشيخ قال ان هي ما تتحسبش لان كان في جماعه. فبالله عليك قول. خلاص ماشي 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 حاضر. وفي تاني؟ ما فيش فرصه تاني. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه معاك سهام من تونس. نعم سهام من تونس. مش سامع. سهام من تونس. اهلا بيك تفضلي. سؤالي على قراءة سورة الفاتحة واي سؤال اي سورة اخرى في السجود وانت ساجد. قراءة القرآن في السجود. ايه على عندي حديث نبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة يصليهن من ليل او نهار وتتشهد بين كل ركعتين. فاذا تشهدت في اخر صلاتك فاثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واقرا وانت ساجد فاتحه الكتاب 7 مرات. خلاص ماشي ماشي واضح واضح. هو يعني احنا لو بدانا باخر سؤال هذا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن القراءه في الركوع والسجود. نهى عن القراءة. لم يعهد مثل هذا التصرف في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل في صريح في حديث لسيدنا علي ونهاني عن القراءة في الركوع والسجود. فلا نبتدع في دين الله ولا نأتي بصلوات لا أصل لها في دين الله. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة. الرواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة. إنما الصلاة اللي بتقول عليها ويقرأ فيها الفاتحة لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب للأسف الأسئلة كتير جدا. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 أسئلة ولم يبقى في وقت البرنامج إلا القليل جدا. بالنسبة للصدق والكذب الأخ بيقول مفهوم الصدق ومفهوم الكذب. الكذب إخبار بخلاف الواقع والصدق إخبار بالحقيقة. الصدق إخبار بالحقيقة كما هي دون زيادة ودون نقص. ها صدق وكذب. ده انا القط عارفه الحلال والحرام. لما بتاخد حاجه خطفا بتجري ولما بتاخد حاجه برضا صاحبها بتستنى جنبيه عايزه تاني. فاصبح الحلال بين والحرام بين. الصدق صدق والكذب كذب. مش محتاجه تفصيل كتير. طيب مساله بقى ان انا استعين بالجن لاخراج مش عارف ايه ولا لابلاغ عن ضائع ايه والكلام ده كله نمتنع عن هذا. ويعني مسألة اللجوء إلى العرافين والدجالين وما إلى ذلك باب أنا أرى سداده تماما. لأنه باب إذا ما فتح نسأل الله العفو والعافية لن يغلق. وكل واحد بقى عنده دماغه مصدعة يقول أنا لابسني جن. ركبته تعبانة يقول أصلا أنا ركبني عفريت. نسأل الله العفو والعافية نسد هذا الباب ونمتنع عن أي شيء. نسأل الله الهداية للجميع. طيب سؤال الأخ اللي عنده اللي بتقول استوديو للتصوير. أخوها عنده استوديو للتصوير. هو الحديث لعن الله أو الحديث لا تدخل بيت الملائكة بيتا في كلب ولا صورة والمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. الحديث الحمد لله الحديث يقول الذين يضاهون بخلق الله. الذين يضاهون اللي بيرسم وبيعمل حاجات يضاهي بها خلق ربنا هو ده اللي الحديث قال عليه أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. لكن التصوير بالكاميرات بيبقى عبارة عن حبس ظل زي الكاميرا اللي قدامكم الآن أو في التلفزيون. ده عبارة عن صورة متحركة هي في الصورة التي على الورق ثبتت. فده مش مضاهاة لخلق الله ولا حاجة. لكن يبقى إنه بقى مسألة بقى تصوير الأفراح واللي يكون فيها تبرج وفيها خلاعة وفيها مش عارف إيه هنا هيبقى الموضوع هيختلف غير الصورة الشخصية التي أحتاجها في جواز سفر أو في بطاقة أو ما إلى ذلك. فإذا كان موضوع الصورة موضوعا فيه محرمات هيبقى يلحق الحرمة لأجل هذا السبب والله أعلم. سيارة من بنك ناصر مع تأمين على السيارة. دخول البنوك في هذه في هذا المجال مش صح كده. البنوك هتبدأ تسلفك وتاخد منك فوائد على هذا القرض. هنا دخلنا بقى في الربا. عايز تشتري اشتري سيارة من وكالة أو من شركة تملك هذه السيارات وتبيعها لك بالقسط. ها وموضوع التأمين على السيارة الكلام ده لأ. الفرح في الكنيسة هتروح تسمع كلمات أو ألفاظ لا ترضى عنها عقيدة
عايز تبارك بالفرح لقريبك أو صديقك وجارك بارك له بهذا الفرح. لكن مسألة أن أنا أحضر في مكان في معصية لله ترتكب وأنا جالس لا يجوز. الحامل في رمضان ماذا تصنع؟ تفطر لأجل الحمل، هذا جائز، ولكن بعد ذلك يلزمها القضاء، يلزمها القضاء من أيام أخرى. التدخين حرام ولا حلال؟ قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن الخبائث التدخين، كما يقول القائل: بئس الشراب الدخان، ليس في أوله بسم الله ولا في آخر الحمد لله، ريحته ضرر الصحي، ضرر المالي، تلويث للبيئة، بلاءات من كل اتجاه. ويكفي ان بتوع السجائر يكتب لك كده: التدخين ضار جدا بالصحه، لذا نمنعك ننصحك بالامتناع عنه. فهو لا يجوز شرعا. حته ان 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 واحده مثلا حصل جماع بينها وبين زوجها وجاء لها انت طالق بعد كده، ما يتحسبش هذا الطلاق لاجل الجماع، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. انما الطلاق واقع، وان كان يسمى في الفقه بالطلاق البدعي، فهو طلاق بدعي يأخذ صاحبه عليه وزرا، وأيضا يقع الطلاق. وبتقول كان قبل كده ثلاثة والنهاردة الرابع، هم كلهم مرتين، ما فيش أكتر من كده، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. فإذا وقع الطلاق في المرة الثالثة انتهت المسألة، مش محتاج أن أنا أدور على مبررات وأدور على أسباب أحل بيها لهذا الإنسان ما حرمه الله تبارك وتعالى. الله أعلم. هذا أيها الإخوة والأخوات ما تيسر من أسئلة وصلتنا من حضراتكم، ونعتذر يعني يمكن كان بعض الأسئلة تحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن نظرا لضيق الوقت اضطررنا في الأسئلة الأخيرة أن نسرع فيها. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل